Mama. صلي تشرب مية؟ أكيد مصحصح؟ يلا أوبا نفسي يلا سيبوا كل حاجة بس هدو كيس كين دي كاين بابي كوي ياسر خليهم ذا كيس انسايد ياسر أنت سبت المفتاح عشان ننضفه الجبنه ولا الفجرة ولا حتى الطعميه بتاعت سليم انت عارفه هيضرب لنا جوز قد كده طب وسط مرسي مشي ولا لسه كل حاجه موجوده في الثلاجه طب كويس اصل ما شفتهاش ما تنسيش بالليل تبقي تطلعي الطعميه عشان تلحق تفك ونعملها له الصبح اوكي ماشي الو ايه يا ميلو تراقبنا ولا ايه الحمد لله على السلامة يا سوسو بطل غلاية بقى بغيظك يا بنت بغيظك سيبك من الكلام الفاضي ده بقى أنا طالع تهيتي وهاخدك معايا نجدد عينينا نملى أرواحنا زي ما انت عارفة ما هو الفنان في حاجة دايما إلى تجديد وانت يا حبيبتي بقيتي مفستيكة قوي وفي حاجة لنفس براني عارفة الليلة دي في الحفلة بتاعتي لو لقيتك مش مزعططة مزدهرة أنا هقلع عليكي أنا عايز أشوف روح آسيا روح آسيا جديدة ها؟ ما تتأخروش لا مش هنتأخر كنوا عندي الساعة 9 ومش هتروحوا قبل الساعة 4 ها؟ صباحي صباحي؟ طب كويس كويس بقالي كتير قوي ما سهرتش هو ده مع السلامة يا كراميلا يا حتة كلير هربانة من قلبة ما كنتوش سلام يا ليل باي باي وصلتوا؟ يب والجو عامل ازاي؟ بيناديك يا مز النهارده اصلا فول مون معرفش انت ما جيتيش معانا ليه طالما كده كده جاي ما انت عارفه وقفه النهارده مهمه اللي ضد التحرش وكانت رائعه والتحرير بودي جاردز كانوا هناك؟ ايوه يا ستي وسالوا عليكي اتضح ان حضرتك مش مختفيه مني لوحدي انت مختفيه من العالم حتى منى بتقولي ان انتوا بتتقابلوا بس على الفيسبوك على العموم انا جايه بكره وهي فرصه نقعد مع بعض ما وحشتكيش قعدتي وحشتيني اي كلام انت عايز تخني ولا ايه يا والانترنت شغال
ايوه كده، وريني نفسك بقى، ايه الشغل ده؟ ايوه شغال. هيبقى مش شغال ليه يعني؟ نقلت الراوتر اوضتي، انا ما بقتش قادره استحمل الساقعه بتاعه الريسبشن بتاعكم. الدنيا مش ساقعه، الجو حلو جدا، وما تقفريش بقى وتعملي فيها نشطه بزياده. انت اصلا ما طلبتيش مني ان يبقى في راوتر في اوضتك ولا انترنت. لا وانا مجنونه اقول لك انت؟ انا قلت الشهيد الانسانيه الشاب الامير. على ما توصلي هكون لفتهولك ان شاء الله. الراوتر؟ لا يا حبيبتي، الشاب الوسيم شهيد الانسانيه الامير. ده انتي سكر والله بجد. انا لازم اقفل دلوقتي عشان الحق البس عشان ما تفوتنيش حفله الفيلم. هي دي اللي فاتتني على فكره. قولي الخليل سوري، وقولي له حس عين وشيل اسمي من على الليست، والا هاجي طربق الدنيا فوق دماغه. انا لو قلت له كده هيشيلك مخصوص عشان هيبقى عايزك تيجي وتطربقي الدنيا، ما هو مجنون بيحب يشوف اي اكشن. هو من ناحيه مجنون هو مجنون فعلا. انبسطي. يلا باي، مع السلامه. اوكي باي. نقلت الراوتر اوضه مامي؟ لا بس كلمت ناس مصريين هيجننوا. اوكي. آسيا. ايه؟ خلي الأسطى عايزة بس يحذف لي زرادية عشان دي مش نافعة خالص. معاك زرادية؟ زرادية احذفها. هتلاقيها هناك كده على ايدك الشمال. شريك؟ همتي دمتي. والقاسة طيب؟ بقول لكم ما تقولش لحد. أنا عمري قلت لحد يا مفتري أنت؟ ده أنت جايب معاك 15 لعبة وروز بتقول ثلاثة بس، وأنا بنفسي اللي مخبيهم لك مش كده؟ يس. طيب وأنت عارف إن ده ضد مبادئي. أي نو خالص. أنا هقول ده أنتِ. أنا؟ اقعد يا مجرم أنت، تعالى. إزاي يعني؟ فين عيني؟ فين مناخيري اللي زي النبقه؟ فين جسمي الفتاك اللي ما حصلش بتاع امك ده؟ ها؟ ازاي؟ مش عارف، زيك شويه زي ده. انت شايفني كده؟ هو انت مش مبسوطه؟ ايه العبط ده؟ انا مبسوطه جدا. مبسوطه موت 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 موت. هتاكل ايه يا كبير؟ الكبير قوي. الكبير قوي قوي جدا. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. غريبة أوي، مش فاهمة. لا خالص مش ببصلك أصلا، ممكن أبقى بس سرحانة. بس ده بقى العادي بتاعك مؤخرا. Thank you.
تشتري ايه؟ على ايدي. شكلك حلو. سوري معلش نورتي. احنا نازلين خلاص يا بنات، ها؟ ايه رايك يا سوري؟ هتتأخري؟ بصراحة امال مين هيقرا القرآن؟ خلي اختك الكبيرة تقرا لك القرآن. سامعين يا دانا؟ بلاش، خلي عليا تقرا لك القرآن. ماشي. وانا ممكن انام في اوضتكم؟ هو انت لسه بيبي؟ لا طبعا، نام في سريرك. حضن بقى. حبيبي يلا جود نايت جارس. جود نايت. لوف يو لوف يو. سوري. يلا جود نايت. بص. اتأخرنا يا اسف. حاضر هنمشي. باي. باي باي. هاي، ابعد من وشي. Now. Asya, please, just listen to me. No, I'm not gonna say it again. ابعد. انت اتجننت؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت قلتي لي ان انت كده الحفله هنا. لا، انا قلت لك كده ذوقيا مني عشان ما تفتكرش ان انا بسك عليك، مش عشان تتجنن وتستهبل وتيجي ورايا هنا. وبعدين قلت لك لما ارجع هنبقى نقعد نتكلم لان انت عايزني في موضوع مهم، صح؟ طب كان هاجي. Are you totally crazy? I'm a married woman. وحتى لو ما كنتش متجوزة أحضنك ليه؟ هو أنا أعرفك أصلا؟ أعرفك من 12 سنة لما كنت عيلة ما بفهمش حاجة. أنا فهمت. You're stoned, ها؟ huh? You're on crack؟ عايزة أقول لك حاجة، ما تكلمنيش تاني لأني مش هشوفك، أوكي؟ تاني حاجة بقى، ابعد من وشي، مش هقولها تاني. فاين؟ ابعد. ابعد في ايه؟ غور بقى. عايز تقول ان انا كذابة صح؟ بتلف وتدور عشان كده؟ Is that it? Say it. نسيت. انت اصلا بتحبش تواجه. انا زهقت من طريقه تلقيح الكلام دي. بجد شايف ان انا اللي قلت له يجي ورايا؟ مالك؟ في ايه؟ انا برضو اللي مالي. انت شاربه زياده شويه ولا حاجه؟ ليه؟
شايفني متطوع؟ أنا أصلاً ما كنتش عايزة أجي هنا ولا عايزة أجي الفيوم معاك. إيه التعاسة دي يا أخي؟ لا سبعين شو بدي شرط في الحفل. ممكن أحضنك؟ سعيد يا راجل سعيد. مش فاهم كنت ليه أحضني جامد. أنا حضنك على أسر إذا أنا مليتين أكسرك؟ مش ده اللي يكسرني. أنت مش هتقدر تكسرني. راجي ضعيف وأناني. المراية اللي انت بتشوف بيها الدنيا دي انا عايز اكسرها لك. طب ممكن انا نروح ولما تفوقي بكرة ان شاء الله نتكلم؟ الحكمة دي نتكلم بكرة؟ هو انت عندك بكرة بيجي اصلا؟ عجوز روحك روحك عجوزة عندها يجي اوف يجي 100 سنة. مش عايزة اروح معاك. ممكن يلا كفاية فضايح نتكلم بكرة. فضايح؟ صح عشان الكلام عشان انت دكتور كبير ما يصحش. بكرة هتقولي بكرة صح؟ وبعد بكرة هتقولي بكرة برضو. انت ما عندكش بكرة اصلا ما تفهمش يعني ايه بكرة. طب هتعمل ايه لو صحيت من النوم ولقيت بكرة ده ما جاش؟ بكرة زي امبارح هو هو بالحرف وبالملي ما تغيرش فيه حاجة. نفس النظام نفس البساط نفس الحركات نفس التصرفات نفس الجدول كله كله. ممكن تفهم وطي صوتك ونتكلم بكرة؟ Thank you.
فنانتنا. ما تيجي. اشمعنى؟ اشمعنى ده ايه؟ ما انا كل اسبوع بقول لك تيجي. طيب هحاول، لو خلصت الشغل بدري هجي لي بكره الصبح. طيب. اوكي. باي. آسيا. في حاجة؟ حاجة إيه؟ متخانقة؟ يعني أو لا، حصل حاجة غريبة في حفلة خالي. حاجة إيه؟ حاجة من الزمن البائد، حاجة زعلت روجي، مش هقولك أكتر من كده. ما تحكي لي يا بنت أنت. لا مش هحكي لك، هسيبك ولعة كده عشان تيجي غصب عنك. باي. باي. My name is Monsieur Pierre. I'm the new professor. So please, can we introduce yourselves? Just a second. We need to start with this beautiful lady. What's your name, gorgeous? I'm Asya. Hi, Asya. So let me guess. You're from Egypt? Am I right? Let me guess. You're not even our professor, right? I'm not even a professor. Hi, Monsieur Claude. تمام ابو الفوارس؟ تمام التمام. المهم تخلي بالك وانت معاود. خليها على الله. دعواتك يا شيخ سلمان. ربنا معاك. بس انا كان نفسي تبيت الليله وتمشي الصبح. النهار له عيون. مره تانية. وبعدين كلها كم ساعه والنهار يطلع. بدل الحاجه استتفت يبقى اكرام الميت دفن. والله كانت خطوه غاليه يا عزيز.
وكان نفسي زيارة قاعدة تجيني من زمان. هتعاود. مش بتقولوا كده برضه؟ إن شاء الله. في المصلحة الجاية. على سلامة الله يا غالي. سلام يا أبو سلمى. على السلامة. سيب بسوق يا ورد. نعم.
ارزاكي. دكتور انا عايز اشوف الاوضه اللي فيها البلكونه اللي بتبص على الشجره. اتفضل. لا 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 انا لا عايزك ولا عايز اي حد يمسك ولا يلمس ولا ينظف اي حاجه لغايه ما الجماعه تيجي. جماعه مين؟ لا قدر الله المعمل الجنائي. طيب بس انا طلعت ونزلت كذا مره اكيد لمست حاجات غصب عني يعني. دي مش مشكله هم عارفين بيعملوا ايه وهياخدوا بالهم منها. ممكن نطلع؟ شكرا. لا سوري. هي الاوضه اللي فوق دي بتاعت مين؟ بتاعت الضيوف بس احنا ما بنجيبناش حد يعني. بس غالبا بتقعد فيها حماتي لما بتيجي. ازيك يا دكتور وليد؟ تمام يا برنس، أول مرة الواحد يشوفك الصبح. أخبارها إيه؟ والله جسمها الخارجي سليم ما فيهوش حاجة، حتى ما فيش كدمة تمشي مع الخطة اللي أنت بتقول عليها دي. شو قلت لك؟ جنية. تلاقي العربية اللي اتعورت، ما تروح تكشف عليها. أنا ما كملتش كلامي على فكرة. عموما أنا شاكك إن عندها نزيف داخلي، لازم تتنقل للمستشفى وتتحط تحت الملاحظة 48 ساعة. انتهى بليلك؟ واحدة مخبوطة على الطريق السريع تقول لي مستشفى وخرا. ماشي بس انا بقول لك احتمال تموت. ما تغير 60 جاي بس برضه مش يكون حرام في ايديك ان انت تنقذها وما تنقذهاش. بيقول لك حرام والقمار مش حرام؟ الفلوس اللي ليا عندك مش حرام؟ اكتب لي شيك يا اخويا وانا اشتري النزاهه اللي انت بتاعتك دي. قلت ايه يا شيك؟ قلنا نبلع لك الزلطه يا برنس. طب خلاص صرف نفسك. طب اب بورقه بقى. ام كام يا خفيف؟ يا عم ورقه اكتب لك على حقن وعلاج ونصيبها بقى. تجبر لها رجليها دلوقتي. هجيب لك اللازم. ليه؟ ليه؟ هو ليه ليه؟ عشان تفضل مرميه في السرير لغايه ما اعرف حكايتها ايه؟ اتصرف يلا روح هات جبسك وحاجتك يلا حبيبي يلا. حاضر يا ريس. حاضر. طلعتني من اني ضيق يا انت؟ خليك وما يزنقك ابدا يا معلم بحر يا ساتر الولايه. كنت قاعده يا اخويا ولا في بالي غفلت مفيش جيت قايمه لقيت روحي متشعلقه الشعلقه الهباب دي. تلاقيها يا اخويا البت ماريا اللي بتقعد مربعه وتعزم دي. بس تعزم عليا انا؟ ما هي طول ما البت دي قاعده القعده دي. تسلم لي يا امير. شوف تعب روحك ازاي. نزلني ضغط. اصل انا كنت رايحه للبرنس كان سالف مني 100 دولار مش انت هتجيب لي حق يا بحر؟ يا بحر اخس عليك يا بحر الله يحرق امك يا بعيد انت واللي مشغلك. يا ضيوف اتفضل سيدي. غير سعادتك دي بقى بتخنق منها يا راجل. اسمي سيف. تمام؟
كده دكتور محتاج اتكلم معاك دغري وبصراحه. انت لقيت حاجه عن اسم عزت ده؟ لا مش ده قصدي. مش فاهم عايز تقول لي. هقول لك بعدين، بس انا الاول عايز اشوف اوضه النوم لو سمحت. اتفضل. تمام؟ شكرا. دكتور انا عايز ابص على الاوضه لوحدي. ليه؟ مفيش اي حاجه معينه، دي الاجراءات الطبيعيه. لا على اساس ان انا متهم طبعا. لا مشتبه فيه. واحد من المشتبه فيهم. شوف يا دكتور انا قلت لك ان هبقى دغري وصريح معاك، صح؟ تمام. دلوقتي انا جاي هنا بطريقه مش رسميه. جاي بتوصيه من الرؤساء بتوعي. حتى لو انا عايز افتش لازم يبقى في اذن نيابه، او في حاله واحده تانيه بس. اللي هي ايه؟ انك توافقني اني افتش. انا هعمل اي حاجه عشان ارجع مراتي بيها. جميل جدا، بس لازم تبقى عارف لو اذنت لي اني افتش هيبقى بموافقتك وبطلب منك. وهتمضيلي على اقرار بالتفتيش. بس لازم ابقى صريح معاك. اي ادله هلاقيها بتدينك هتستخدم ضدك. بس لازم تبقى عارف يا دكتور ان كل ثانيه وكل دقيقه ضايعه ضايعه من مصلحه مراتك وابنك. فده قرارك، حاجه ترجع لك. عشان قلت لك ما تخرجيش من اوضتك الا بعد ما الضيوف يمشوا. صح ولا لا؟ حضرتك عايز نجيلك على حاجه دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. هي الاوضه فين؟ يمين في الوش. تمام. انت عارفه ان ماما كلمتني وقالت لي انها هتتاخر النهارده؟ ازاي؟ انا اتصلت بيها لقيت تليفونها مقفول. الو ايه الاخبار؟ انت طلعت بحاجه؟ يخلص بقى اديني ساعه كمان. لا نص ساعه مش اكتر. انت اللي بتعمله لغايه دلوقتي مش رسمي يا فندي. نص ساعه وتطلع انت وكل المجموعه من هناك كده. عملنا الواجب عشان نرضي زبون. معقوله يا سياده العميد؟ اخلص يا سيف. انت طباعك ايه طيب؟ مش راجع. الله يطمنك الله يطمنك. انت اساسا ما بتتسالش في حاجه اصلا، انت بني ادم بتشك في كل حاجه من ساعه ما اتولدت يا ابني. وبطلع صح. اه للاسف. طب قول لي بقى، بمزاجها ولا انت شاكك في جوزها؟ شوف انا حاليا مش مقدرش ان انا ابقى مقتنع مليون في الميه لاني ما عنديش احساس قوي. والنبي يا اخويا ما تفرد الحبل لاحساسك ده قوي كده. هو جوزها مش مقل وفي حاجه كده مش عارف هي ايه بالظبط، بس مش مريحاني، وبصراحة بيفكر في إجاباته زيادة عن اللزوم ومتماسك جدا في كل حاجة بيقولها، وده محيرني. بس ممكن دي تكون طبيعته. ما هو احنا برضه المفروض ما نتسرعش في حكمنا على الناس يعني كده. بس بص بقى، أنا عايز بس تفصيلة صغيرة. هو مهموم ولا لأ؟ دي اللي ممكن تبقى علامة لينا. لا مهموم. بطريقته. طريقته؟ ما ينفعش انك تقولها بسيطة سهلة كده مفهومة. ايه دي يا ريس؟ مهموم دي. معلش يا ريس، انت عارف انا ما اتأخرش عنك والله، بس هعمل ايه؟ طيب يلا، عشان فاضل لك تلت ساعة تقريبا. يا ألف حمد لله على السلامة. مالك؟ أنت مخدودة مني؟ ده اللي أنقذتك. مش أعرف أنا اللي أنقذتك. ده أنا شفت الأهوال عشان أعرف أطلع بيكي. بوليس إيه وهجامة إيه؟ ده كانوا عايزين يخطفوكي، ده غير الديابة وفرد الخرطوش وعلي وأنا علي. يا شيخة ده أنا اتوهمت، والله العظيم اتوهمت. شفت المسخيط قاعدين يجروا قدام العربية. العربية اللي أنت طلعتي لي قدامها كده طب ارتاحي. ارتاحي، أنا مش عايز أقلقك ولا أخوفك. بالعكس. أنا عايز أحسسك إن أنت بأمان. طول ما أنت معايا أنت في أمان. عايز أشرب. إيه؟ عايز أشرب. ألف حمد لله على السلامة. بتكلمي مصري كمان. أشرب مية. حالا فريرة. فريرة. اتفضلي. اشربي دماغ نضيفة. ما تخافيش. Thank you.
شوربة العدس؟ أنا أفشخ واحد عامل شوربة عدس، بعملها بحب، بأحاسيس، بحتة من قلبي. أنت مين؟ أنا اللي عامل لك شوربة العدس. أنت مين؟ أنا اللي هشرب الشرب. والله أنا ابن حلال، قلبي من جوه كان حاسس إن في حاجات مشتركة بينه وبين بعض. اسمك إيه؟ ما عادش حد يمسك بسوء يا ورد. ورد. ورد؟ أنا ورد. طبعاً ورد. ورد بلدي كمان. كان معايا تاني. نهر، نهر ما مسهوش بشر. انت عطشانه قوي. طب كفايه كفايه عشان ما تعبيش، كفايه. يا حبيبي كان زمان طلعت الورد في اوان. ايه ده؟ دي كبيرة يا ورد. الورد على جراح القلب فبكت الورود من ألام الذكريات. الله الله، ده الكلام ده لازم يتكتب حالا لان ممكن تنسي. سكت ماء ريحة كرفس. هو بعينه ورد وكمون وجنزبيل كمان صح؟ دي بغش بقى. لا
سامي هدوقك حالا حالا. الله 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 يا فارس يا جامد يا فارس يا جامد، هيجيلك ذهول. شوية شوربة عدس ملهمش حل. أيوة حالا حالا حالا. اتفضلي. لا أحلى ورد. خدي. أنت خايفة من إيه؟ خلي بالك المريالة دي ما بتلبسش لأي حد. اشربي. هو أنا هسمك؟ طب أهو استني. لا لا لا. ده ثقة ولا قرف؟ لا ده ثقة. طب دوقي. مريالة عاملة شغل فعلا. ما أنا قلت لك والله ما بتلبس لأي حد. أنا ريحتي وحشة ها؟ أنت ريحتك وحشة؟ نو واي طبعا استحالة. أوي. طب أنا هجيب لك حاجة من هنا تغيري فيها بسرعة، أوكي؟ اشربي شربتك بقى وغيري براحتك. أنا هنزل أشوف شغلي وبشقر على المكان وأجيلك بسرعة، أوكي؟ اشربي الشربة كلها، كلها. هناك رجل غريب في غرفتكم؟ أنا نفسي أعرف أنت جايب اللمضة دي منين؟ لما كتفك دلوقتي ما تعرفيش تفكي خالص. على فكرة إحنا لو كناش قاعدين هنا كان زماني عملت لك سبمش. ريلي؟ متأكدة؟ آه. أي أي بابي بابي أنت بتوجعني يا بابي. سوري. أنا آسف. بس برضو I don't tap. Never. ما أنت بنت آسيا. لا انا بنت راجل. يعني بنت بارم ديلو يعني؟ بارم ديلو زي ايه يعني؟ ايه الحاجات البلدي اللي انت بتقولها دي؟ and you know ان انا مش هفهم حاجه فمش هعرف ارد عليك. It's not fair is it؟ بعدين هو مين الراجل الغريب اللي كان في اوضتك ده ولابس جلوفز غريبه كده؟ ده تكنيشن جاي عشان يصلح الانترنت. حلو ده قشطه يا راجل. انت بتقولي قشطه على فكره دي بلدي. طب خدي اختك وروحي العب خدي هنا. حاضر. يلا دكتور. نعم. كنت عايز اشوف الهدوم اللي مدام لبستها بعد ما رجعت بالصحراء. انا ما كنتش صاحي عشان اشوف هي لابسه ايه. صح؟ أنا هنا اللي بشيل كل الناس يا بنت الناس. وأنت اللي قلت لي على سبحان مغير الأحوال. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش قبل كده. أيوة أنت كنت جنبي وكنت بتكلمني. هو ده صوتك. بحر اسمنا بحر. انت بتحط ماسك يا بحر. تعال اقعد جنبي ريحته حلوه قوي. شوف يا بنت الطيبين تجلدي غير جلود الناس اللي هنا. ما نعرفش انت مين ولا جايه منين ولا ايه حكايتك. مش عايزين نعرف.
اسمع المكان اللي انت هربانه منه هيكون اهون واخف من اللي هنا. ليه؟ هو ايه اللي هنا؟ هنا دنيتك هتتغير، الشيطان هتغويك وتبلعك جواها، هتندهك. مين الشيطانة دي؟ نامي نامي مستريحي، وسكي الباب عليك وما تدخليش جنس مخلوق. الصبح لما تشم ريحة المسك تعرف ان انا جيت اخدك علشان امشيك من هنا. حلو بخر، خلي عيني الحاسود تغور. اضبط النور يا ابني. طفيات طفيات. انت يا حليم خف تراب شويه، دي تبقى مرايه، سيبك من الكنس دلوقتي. الاستاج مرايه. تلميع كده يا بابا، تلميع كده يا حليم. تعال شايف نفسك؟ شايف نفسك حلو؟ يلا اشتغل. كريستال يا حبيبي، كريستال يعني بيضرب. ايه ده؟ جابر اشتغل بذنبك. بندق والله في فارس. الشغل بره وجوه ده مش هيشيل عليا. انت بندق شرب بقى اثناء الشغل ما ينفعش معايا. شكلك بيبقى زباله. حاضر يا مستر. كل يوم اقول لك بقى امك موصيك وامك وبتاع. لم نفسك، عايز تشرب كاس بعد الشغل. يا جو مساء البهلزة. قول يا جو
هي الفياجرا من جوه لونها ايه؟ ابيض. يعني بتنصص. تمام صدق، العلبه دي تكفيك شهر، المهم تجيب نتيجه. ما تكفيش. ما تكفيش ليه؟ انت غول ولا ايه؟ ده هتكفي ونص. نص بس، لا تموت مننا. يلا يا حبيبي ما تقفليش كده، تابع الناس. Hello, my old buddy. How's it going? Good, good. You lost weight or what? I'm just kidding. Can you please get the bag from the car? Thanks. What the hell is it? I'm here. What are you doing? What's the hell? I saw you from the back. Yes, Salim. تيجي تقعد معانا؟ مريانة جاية أشرب حاجة وأمشي. حاضر معاكي طبعا، ونلعب للصبح وبيت لو عاوزة كمان. على فكرة مامي وستي مش موجودين الصبح. خبر أبيض. أنا عارف يا حبيبتي، شوية وجاية. أبوكي فين يا بت؟ أهو مالك. طب يلا اطلعوا أنت حاجة ألعب معاكم كمان شوية. يلا يلا. السلام عليكم حبيب قلبي. عامل إيه يا معلم؟ أخبارك إيه؟ تمام. قول لي بقى كده، نعمل كل حاجة من الأول عشان فاتني كتير واضح. مالك ده بقى يبقى صديقي وزي أخويا بالظبط. بالظبط سيف. أهلا وسهلا. لا يا راجل، ده انا اعرف الراجل ده من زمان، انت هتفكرني بيه. بس انت في حاجه اتغيرت فيك، مش عارف، خسيت، صغرت، مش مفهوم هو ايه بصراحه. بس انت مش هتفتكرني، انا فاكرك كويس جدا. فرصه سعيده. انا اسعد حبيبي. دكتور راجي، انا هتابع معاك على التليفون، تمام؟ احتمال نحتاجك ناخد منك كلمتين، وبالمره زي ما اتفقنا اتوقع لي على اقرار التفتيش. زي ما انت شايف انا مش جاي جاهز، والادله ممكن ما يبقاش ليها اي معنى لو عزت ده طلع له علاقه بالموضوع. تمام؟ اوكي. مش هتقول لي برضه ما عليك تعرفني منين؟ مش هت... من روح العالم في امس الحاجه الى سعادتك، الى سعادتك، الى سعادتك. ستيتس يا آسيا، بس عمري ما كتبت ستيتس. باولو كويلو كمان. روح العالم في أمس الحاجة إلى سعادتك، إلى سعادتك، إلى سعادتك. مالك يا بنت الناس؟ ماذا بك يا فتاة؟ عادي يعني، واقفة كده مع النفس. متأكدة؟ من عادي؟ لا يا مانجا، لا والنبي بلاش حاوريني يا كيكا دي معايا. وحياة الست الوالدة. مش عارفة يا ماما، أو أنا مبقتش عارفة. بقيت أسأل نفسي أسئلة كده غريبة، عارفة كأن اللي هي البلي ماسكني في الأرض فك، وقعدت أجري ونسيت روحي وراي. ببص على العالم كده من بعيد، من حتة فوق، مش عايشة فيه.
مش عايشه جوه العالم ده. طب ما تروحي للثيرابيست بتاعك يقدر يساعدك. بالعكس بالعكس هو اللي هيحصل بالظبط. اللي هو هيديلي كل حاجه. انت عارفه الناس دي بيقعدوا ينخوروا في حاجات احنا بنبقى عايزين ننساها او نستناها. بصي كنت عايزه اديكي ده. ما هذا؟ موظفيني قوي مش كده؟ بس هو اللي لقيته. بصي انا كتبت كل حاجه شخصيه قوي يعني في الظرف ده. حاجات ما حدش يعرفها. حتى الباسورد بتاع الفيسبوك وتويتر. عايزاهم يبقوا معاكي. ما تديهمش لحد. اشمعنى؟ يعني لو حصل لي حاجه في اي وقت. شر عليكي. ايه القرف اللي بتقوليه ده؟ انا جالي مغص من كلامك الغريب ده. طب الحمد لله ان انا عازماكي على الغدا. بفلوسي بقى تسمعيني. بطلي فابيانا. هو عمر واحد يا ماما. مش عايزة يعني لما اروح ابقى موجودة على الفيسبوك واحس ان انا مشاع اي حد ممكن يشوفني. بيديني احساس كده بالرخص بس. ادلتهم يعني؟ اه يا اختي دلتيهم. يخرب بيت الانجليزي اللي عملتوه مولا ده. انا همشي. عايزة اروح اجيب ابني. اكلمك بالليل. ها سي سي باي. ازاي؟ ازاي يعني؟ الأرض الشعب ورقتها؟ استغرب ليه يا أخو؟ عادي. طلعت قطة من الشارع. سيب لها باب القرار مفتوح. غلطت القطة ولا اللي ساب لها باب القرار؟ بعدين تيجي على البريم اللي انت بتكسب بيه تحبسه. نجمة شيطانة. لا وايه؟ عايز تسحب منها السر الإلهي كمان. تخش حرب لا احنا قدها ولا مخططين لها. تضيع لك كل اللي انت عملته. أنا فارس يا اخو. كلمني. ورد ايه رايك؟ ايه رايك يا فارس؟ فارس مين؟ ده انت اللي فارسه وانترناشونال كمان. ميرسي. ده حلو 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 وجديد. شوف صح بحر. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ يلا يلا. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ مكان مين اللي قطع الهدوم دي؟ خصم 3 ايام. بقول لك ايه يا بحر؟ مش شطاره هي اهم من الشطاره الاداره. يعني خصم ده هايل هايل. طب الاخيره دي دي ولا في واحدة تانية؟ دي؟ هو بيني وبينك الاتنين أحلى من بعض، هايلين، يعني راكبين على بعض وفي انسجام حلو أوي أوي. ميرسي. طب يلا يا بحر احنا عشان نشوف المكان البنات. خصم 3 أيام يا بحر كل واحدة. و طب ورد الأخيرة بس الرأس الأخيرة دي بس على سبيل يعني تقدر تعيدي كل الحركات نفسها هي هي ولا مرة واحدة بتعمليها؟ لا بعرف اهو اهو. حلو قوي. حلوة؟ قوي 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 قوي. بس أرجوكي أبوس إيدك ساقي عليك النبي. بدلتين سلام للبنات عشان يستروا نفسهم بعد الحفلة ما تخلص. لا بس أنا الفوشي عايزة منها لسه حاجة. كله تحت أمرك. أكيد كله تحت أمرك.
حاجة عايز تقولها لي يا معلم؟ حاجة زي ايه يعني؟ انت ما تبقاش راجل غير لو طلعت عين اهلي، بس انت عارفني انا مدب ولا بعرف ازوق في الكلام ولا الجو ده، وانت اصلا عارف امي من زمان جبلاوي وكافر في ام بتاعتي مع نفسك. طب اختصر بس قول لي عايز تقول ايه؟ بص الوضع دلوقتي مختلف، بس انت عارف صاحبك، انا سرك وظهرك ودراعي في دراعك في اي حته واي وقت. بس انا برضو محتاج اعرف في اي حاجه حصلت ما بينك وبين اسيا لازم اعرفها، يعني حاجه مش مقصوده، حادثه مثلا، بنيه طلعت منك كده غصب عنك، حاجه لو اي حد تاني عرفها هيفهمها غلط غيري. ما تطلع تستريح شويه. ايه اطلع استريح والجو ده؟ عاوز تنفضي يا معلم اروح. انا ما قتلتهاش على فكره ولا بالغلط ولا بالزفت الغلط. انت عارف ان طول عمري بحب اسيا، بس انا كنت متاكد ان هي هتغلبك عشان تملكها. شفت الظابط المضطرب اللي كان واقف معانا بره ده؟ اكيد شفت. تهريني اسئله من الصبح. يعني انا مش ناقصك ومش ناقص اسئلتك. خد حاجتك وغور من وشي واطلع استريح فوق. هطلع يا معلم، انا اصلا مش جاي لك، انا جاي للبنات. اسيا استني بس استني بس. تعرف تروسي يا ورد؟ قصدي على ستيج قدام ناس جمهور. انت شايف ايه؟ كراجل فريز شايف ان عندك امكانيات تعملي بيها اي حاجه وكل حاجه. صح، ممكن اكون بعرف كمان العب اكروبات، اطير في الجو، بس كله بمزاجي وقت ما انا احب. ولا انت شايف ايه يا بحر؟ بلاش بحر، اسمه عم بحر مولانا. اوعي تزعلي، ده بركتنا ودراع اليمين. سيب الدفع على الحد. ياهو، ده انت زعلك نبي، اول مره يفوت لواحدة كلمه. بجد يا مولانا؟ لا بس برضو بحر احلى بكتير على فكره. كل حدادي شغل النمره الخلص التاني وبسرعه بعد الفصل، وفي الخفيف كده اسحب اللي اسمه فلاديمير بالمترجم بتاعه من المطبخ على المعرض بدري. عفقت؟ حصل. ايوه يا شيخ عباده. ايوه يا شيخ عباده، حط اصابعك على ودنك عشان تعرف تسمعني كويس. الحيوان اللي قاعد قدامك ده ما يتحركش غير لما تشوفني تاني في الصاله. بص لما خبطتني. ايوه ايوه يا شيخ عباده، بتقول ما تلهيه في اي حاجه يا عم، لهيه في مشروع النهضه بتاعك، يفضل قصاد عينك لغايه ما تشوفني تاني. بعد كده الغرف ده اول ما تشوفني يمشي، مش عايز اشوفه من مكان تاني. كرمش له اي حاجه وبديله اسفين عند الرؤساء بتوعه، قول لهم ان هو بيتحرش بالبنات. ماشي يا شيخ، يفضل قدام عينك. يلا سلام. نعرفوها منين علشان تتكلم قصادها بالشكل ده؟ أنهي أمارة يا أخو؟ الراجل هيرجع الصلاة تاني ويبقى عندنا مشكلة كبيرة لو شاهين ده ما ظهرتش. اللي أقول يا بحر، العشق ولا الخوف؟ أنهي حاجة بتحرك البني آدم أكتر؟ العشقين بيحركوا العشق، والذكر بقى بتمسك من الخوف. يبقى مفيش مشكلة، مفيش قلق من فلاديمير. أنا قلقان من اللي نزلت علينا من السماء. من ورد؟ من عشق الورد يا أخو. جرى يا بحر، فارس ما بتعلقش بحاجة. ما تقلقش يا مولانا. حبيبتي انت مش محتاجه مكياج، انت جمال رباني. اداريها ازاي دي؟ ميك سهلة قوي على فكرة. سكسي سكسي؟ مش هتروح من الميك اب. جربي ده. هاتي هاتي. استنى بس. طيب هم
برضه سكسي. كده يا سيا، كده يا سيا، طول عمرك تعبانه كده، طول عمرك وجع قلبي كده. لو انتي قدري فلتعيني عليك السماء، ولو انا قدر. لا 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 لا، لا انا قدرك ولا انت قدري. انا يدوبك معديه كده في حياتك، حياتك هتفضل حياتك، حياتي انا بقى انت حياتي، انت حياتي. ايه البكش ده؟ البكش ده تعمله على البنات بتوعك، لكن معايا انا لا، مفيش داعي. اوكي. ايه يا ماريا؟ ايه يا ماريا؟ امال لو ما كنتش خواجه يا ماريا كنت لقعتي بالصوت. ايه اللي حصل؟ انت قطعتي كل الهدوم دي؟ ايوه. وريني كده. طب ما كفايه كده يا ورده، عشان كده انت هتعريها خالص. ليه؟ اوه ماي جاد، ذيس از بيوتيفول. انت اصلا حلوه وكده بقى احلى. انا بس بينت حاجه كانت مستخبيه. امال بونيتا؟ قطعي براحتك يا موره. انت لاتينو؟ برافو بونيتا، أنا ماريا من أرجنتين. وأنا ورد. والراجل ده بقى كان هيموت. هموتك إيه؟ إيه يا ورد؟ بتخلي الطابق مستور وما تتأخريش حد غريب بيننا، يعني خصوصاً أرجنتين. ماريا ورد، ورد رأس حرب الشيطانة الجديدة. النجمة اللي نازلة لنا من القمر، من السما. وعملت إيه في شاهين ده بقى؟ يا ماريا بقول لك ورد، تقولي لي شاهين ده، شاهين ده خلاص. تعيش أنت. يا لهوي. قتلتها؟ لا طبعا، ده بيبي وده يقدر يقتل حد. انا حقيقي بيبي. تحب افتحك ازاي يا برنس؟ اشقك نصين. وريني بقى هتحلها مع فلافي ازاي، والنعمه ده يقزقزك انت وطائر النهضه بتاعك ده، ولا الحدايه اللي اسمه بحر. حتى انت يا عنبر الكلب ما بترديش. ده انا الملكه يا اولاد الكلب. أحبك يا عيشة، أحبك. أحب أرقص لك على دي. ترقص على دي وعلى اللي أنت عايزاه. أصل المزيكا بتبقى جوانا مش في الأغاني. أنا ممكن أرقص لك على المزيكا اللي جواك، اللي جوا روحك، اللي محدش بيسمعها غيرك. أنا أحب ترقصين على المزيكا اللي جوايا أوي. هو دا
الدنيا حر في الاوضه فجاه ولا زحمه ولا ايه؟ لا صح، انا مش قادره اتنفس بجد. صح. ها ماريا، هوا شويه. شويه. طيب فهمت. تفهم ماريا شربات. عيش احبك، عيش احبك، واموت احبك، اموت احبك، احبك احبك يا حياة قلبي. بنشر شوية بس. لا 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 جميل حياتي، انت جميل. ده شيك ب10 حداد، 5 للفرقة و5 ليك ورجالتك، تحية مني. وما تديش مولانا لحسن بيزعل ويتخنق. قوم يا مسيو. مرحبا. هاي جايز. الشغل يا اخي مش هنقضيها سلامات. Put more garlic, Mahmoud, and less salt. Okay. Salt كما كنت يا شيخ. لو عايز ملحوظة تاخدها من صاحب المكان. هدينا يا ست بينا لوحدينا. طب وتالتنا؟ الشيطان؟ اي ماي بيست فريند. اكلين شاربين مع بعض، ماسك عليه شيكات كيمبيالات. طول ما انا معاكي ما تخافيش منه. ده انت مغرور بقى. أتغار عليك أنت؟ أنا مضروب بيكي، أنت سبياني. اثبت مكانك. إيه؟ وبعدين أنا مش مصدقاك. كده نوع يا خواجه. اهوات الله خواجه. حلو اوتوموبيل انتك. كده نوع، كده ياس، كده نوع، كده ياس. كده انت سكرت يا خواجه. حبيبي بخر. فارس is very lucky because he has someone like you. بكاش بدأ عامل زي سلاسل الذهب. وبعدين ده مش الشامبو بتاعك. مش بس شعرك، جسمك، رسمك، كل حاجه. بطل غنى بقى. طب انت مش هتريحيني وتقولي لي ايه حكايتك؟ انت مين؟ كل حاجه بأولها لما اثق فيك الاول. وبعدين انت اللي شكلك مخبي حاجه. حاجة واحدة بس. قولي حاجات. وعمر ما في حد بيعرف عني حاجة. بس عشان خاطرك انتي. انتي تضمني وانا بقى. تحلمي وانا بنفس. أحرجتني. لما تحب تقول قول. شفت أنا ذوق إزاي؟ انتي مش بس ذوق. انتي، انتي بتشوكي. مش ورد، كلي شوك. أنا افتكرت حاجة. سمعت صوت باب البيت بيتقفل ونزلت عشان أشوف مين، بس ما لقيتش حد. كانت الدنيا ضلمة وسمعت صوت غريب، حد عمال بيقول دانا دانا، بس لما اتلفت عشان اشوف مين لقيت روحي. رحمة، انا
شوية صح؟ انتي رخمة مش هكلمك تاني. أنا بحسدك إنك ما بتغنيش بجد بجد. مش ما تستاهل بقى يعني معلش. عايز انام. هاي راجل انت مش فاهم فاتك ايه؟ احنا شفنا كميه كانيونز مش موجوده اصلا على الخريطه. كان ناقص نرفع العالم بتاعنا اصلا. اهلا يا دكتور، معلش هجمنا عليك في وقت متاخر، بس الدنيا ليلت والطريق زي ما انت عارف. لا اتشرفتوا. قطعنا خلوتك؟ لا خالص انا بنتي ولا قطعت ولا حاجه، انتوا اصلا ما فيكوش حيل تتكلموا. يلا يلا ادخلوا. اسف. طب هجل ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، الدنيا ليلت مش هينفع يرجعوا دلوقتي، هيرجعوا الصبح، منى مش هينفع تسوق. طب ازاي احنا الاتنين مش متجوزين يناموا مع بعض في نفس الأوضة عندنا؟ أنت ناسي إن عندك عيال؟ مين قالك إنهم هيناموا مع بعض في الأوضة؟ أحمد هيبات في المرسى، ومنى هتنام في أوضة ماما. خيالك بس المريض هو اللي شغال زيادة عن اللزوم، حاول تهديه. ايه يا منى؟ أجيب لك إيه؟ عايزة أجيب مية لأحمد، لأن أنا عارفة إن هو هيتكسف إن هو ينزل يدور على مية. طيب لا هيلاقي في التلاجة الصغيرة اللي جوه. خلاص قشطة. طب بقولك ايه؟ لو مش هتنامي تعالي نتكلم مع بعض شوية. اه يا ريت. اسمها شهندة. اه افتكرت شهندة. بس اللي افتكرتيها انت يا حلو، اسمك هتكتب بحروف من الذهب، سوف يذكر التاريخ وردة التي قضيت على بنات شيطان. فشختيها، شلحت البنات وكسيت نفسك. تعجبيني. طب انا عايزة هدوم. سهل. ايوه بس على ذوقي، انا اللي انقيه. انا يا حبيبتي بكره هاخدك الف لك الدنيا في لفه قدامك كده. ولغايه بكره اقعد اعمل ايه؟ اشتغل تريكو؟ خلاص خدني بقى عند المزيكا، ما تسيبنيش لوحدي. ما عمري ما اسيبك، انا اللي لقيتك يا غالي. ما باكلش من الكلام ده يعني. ما انتش واخدني عند المزيكا؟ خلاص انا قاعده هنا ومش هتحرك. هاخدك في اي حته انت عايزاها. انت بتشك في فارس الانسان؟ لا ابدا. ليه بس بتقول كده؟ انا بشك في فارس الحيوان. كده بتخوفيني؟ انت اللي خوافه، دي مش مشكلتي. والله ما انا بكلمكي تاني. انتوا بتضحكوا لغايه دلوقتي اصلا؟ عيا عماله بترخم عليا. والله يا بابي هي اللي عماله تخوفني. مش انا قلت لك كذا مره ما تخوفيش اختك قبل ما تنام؟ بابي هي مامي هتبات بره النهارده؟ ايوه عشان عندها شغل. طب وسليم معاها؟ بطل يا سيدة ونبي. يلا نام على طول. اوكي؟ يلا يلا عشان لسه هنغير الفنانه. اتفضلي يا استاذ، تليفونك في الصبح ما بطلش يرن. اسم الله ما بطلش يرن. انت فين يا نجمه؟ الله نمرتي خلاص يا بنت قربت، ما فاضلهاش وقت. حاضر حاضر، امسكي بسرعه لبسيني. ماشي. اسم الله عليكي ما تبردي. يلا يا رب استرها يا رب. انت عندك شغل دلوقتي، ما ينفعش كده. يا شو نابس كوتي، ربنا يكفيكي شر الدفله. افتحي يا محمود. الله
الله يخرب بيتك يا عنبر، هي البت دي راحت فين؟ والنعمه دي مصيبه دي، عم الله فين شاف. يلا يلا يا فنانه يلا. قمر والنعمه تعالي معايا. اجي فين؟ تعالي بس. فين؟ جوه الدولاب. بقول لك عايزه اروح عند المزيكا، هتدخلني جوه الدولاب؟ انت خايفه ولا ايه؟ هتتبسطي قوي. لا والنبي، مفيش ثقه فيا ولا ايه؟ معقول يعني ما تثقيش في واحد كان هيضيع عمره كله عشانك؟ انت لغايه دلوقتي قانونا تعتبر خاطفني، اثق فيك ازاي بس؟ بذمتك انت ده منظر واحده مخطوفه؟ لا بس يعني القصه الفالصه اللي انت حكيتها لي دي مش داخله عليا، لسه هقعد معاك وحقق معاك واذا ليا حق هاخده. رقبتي يا بيبي، عينيا الاتنين، تؤمري بذمتك؟ شفت حنان زي كده؟ لا لسه ما شفتش. هوريكي كل اللي بتحلمي بيه هتشوفيه. اتفضلي. عايزه اروح عند المزيكا. هنا المزيكا. Señora Bonita, I knocked the door many times, but you didn't answer. Anyway, مقاس أنا وإنتي واحد، إنتي قمر، لازم تلبسي حاجات حلوة. بس دول؟ Please don't cut. Por favor, señorita. Gracias. إيه ده؟ إنتي بتتكلمي أسباني؟ مش عارفة. باين كده بونيتا. على فكرة مسيو فارس بيبص لك زي عمره ما بس له واحدة ست قبل كده. هو فين بقى؟ أصلي عايز أعرف أوضتي هتبقى فين وهبات فين؟ أنا هدور عليه. ما تقلقيش أخلي بالي منه. You idiot, Antica. I was gonna kill you.